ما تخيلوا قديش أنا مبسوط ومنفعل هيك، بدي أتفتق من الفرحة وأنا شايف أحلامي أخيرا قاعدة بتتحقق، أحلامي بالثراء السريع هيك اللي بدون أي تعب أو معاناة. مبارح أو أول مبارح جتني رسالة من أحد الأصدقاء على الفيسبوك بحكي لي فيها إنه هو CEO لبنك بالإمارات، وفي هذا البنك في أحد العملاء حاطط وديعة بحوالي 10 مليون، وهذا العميل يعني أو المودع مات ومش لاقين له أهل ولا ورثة. فبالتالي الزلم بعث لي مسج وحكى لي إنه هو يعني من باب الثقة فيي ومن باب إنه أنا إنسان بستحق هاي الثقة، قرر إنه يضبط معي الأمور ويطلعني إنه أنا الوريث ونأخذ 10 مليون ونقسم يا كبير، نقسم يا كبير والثراء. أنا بس مشكلتي الوحيدة هون بس هيك مشكلة بسيطة جدا، هي بس إن أنا مش عارف كيف أفاتحه لهذا الزلم، مش عارف كيف أصارحه، مش عارف إيش أقول له. أنا عارف إنه هو تعب على حاله وأخذ تدريبات تنمية بشرية وحكى لنفسه تستطيع وتقدر ومش عارف إيش، بس أنا جد مش عارف كيف بدي أكسر مشاعره وأقول له إنه شو الهبل هذا، شو الهبل اللي أنت فيه، شو الغبة اللي انت فيه يا زلمة، هاي الخدعة بتسميها خدعة لانه يعني قديمة كثير صراحة، هاي الخدعة يعني اول مرة يمكن مرت علي من حوالي 25 سنة، وكانت هيك واحد من زامبيا وببعث لي بيقول لي قرابتك وبدأ ابعث لك مصاري ومش عارف ايش، يعني مش عارف واحنا حظنا ليش كم ضارب يعني، لا واسطات والسوق واقف والشغل ماكل هوا، وكمان اللي جايين ينصبوا علينا هبايل يعني، واحنا حظنا تعبان حتى في اللي جايين ينصبوا علينا. فأنا فعلا بحاجة لحدا يساعدني كيف أرجع أخبره إنه اكبر وخلي أساليبك تتطور، خليك كرياتيف، عشان يعني بصراحة أنت ممل أبيض وأسود، غبرة غبرة يا زلمة، غبرة بالله عليك. فبس اللي عنده طريقة إني أفاتح هذا الإنسان الطيب البريء بدون ما أجرح مشاعره يخبرني، وشكراً.